فقرتنا الحوارية النهاردة هتكون عن اهتمام الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين في مجالات كثيرة. هنتكلم النهاردة عن مجالات التعليمية والزراعية والتنمية بشكل أنواعها. بنرحب بأستاذ محمد بدوي، مدير عام الخدمات التربوية بالتربية والتعليم سابقا، ورئيس المجلس الشعبي المحلي بكمون بوسطة. أهلا صديقا مرحبا، أهلا بك. لو هنتكلم عن ملفات بقى التنمية، نبتدي من أنهي ملف؟ هو التنمية أنا همسك التعليم الأول. تمام، نمسك موضوع التعليم قديما وحديثا دلوقتي. التعليم قديما كان بيرتكز على إيه؟ يعني بيعتمد عليه على التلقين والحفظ. التلقين والحفظ، كان المدرس عبارة عن هو آلة يشتغل، يكتب والطالب إيه؟ يسمع وبس. اللي حافظه هو اللي هيحط، اللي حافظه ويجي في الامتحان، اللي يسقط واللي ينجح ينجح. ما فيش إيه؟ حتى ما فيش تنمية قدرات، ما فيش تنمية تفكير، فيش تفكير، فيش إبداع، فيش بتاع. طبعا في المرحلة، طبعا هو الطالب أصلا مركز العملية التعليمية. الطالب أصلا مركز العملية التعليمية. طبعا بدأت مع بداية المعايير القومية للتعليم في مصر تطبيقها، معايير قومية اللي هي إدارة متميزة ومدرسة فعالة ومشاركة مجتمعية فطبعا ابتدوا لازم ندخل مع التطور التكنولوجي. كانت هناك في البداية عقبات. أيوة طبعاً. ايه هي العقبات؟ وهي العقبات دي عبارة عن احنا بيئات مختلفة. فينا بيئة صحراوية، وفي بيئة زراعية، وفي بيئة ساحلية، وفي بيئة حضرية. مش كله عنده نت. ايوه، مش كله ابتدى. فابتدوا لغايه ما يوصل ايه يعني الكلام ده، التفكير فيه من ايام حسين كان بهاء الدين، اللي هو نظام التطوير التعليم. ان احنا كنا واخدين صداره تحت مش فوق. ايوه، كنا في التقييم مش 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 طالعين فوق على اساس الايه التعليم. طبعا بدا التطوير بدا طبعا من سنتين، والحمد لله على اساس ان هو اصبح واقع. رغم ان وجود سلبيات، يعني فيه عقبات وفيه وجود سلبيات في الموضوع، ولكن دلوقتي خلاص بقى الطالب عندي. الطالب دخلت التكنولوجيا، طبعا دخلت العصر بتاعنا اللي هو العصر الحديث، وابتدى الطالب. هو اي حاجه في البدايه يعني لما يكون نظام جديد لازم يبقى فيه شويه عقبات لغايه ما الدنيا تبتدي تتظبط. وكان برضه فيه مشاكل كتير في التابلت، بس الحمد لله كله بقى ابتدى تمام. كله هو ابتدى المعلم هو عباره عن يكتب كلمتين على السبوره، وابتدى الطالب يفكر ويبحث ويطلع ويناقش ويرسم. يعني زمان كان العيل يقعد كده يسمعه بس، لكن دلوقتي ابتدى ايه؟ ابتدى في تطور، في تفكير، في بتاع. هيطلع لي طالب مبدع بعد كده، طالب مبتكر بعد كده. خلاص ابتدى ايه؟ ابتدى يشغل ايه؟ يشغل مخه. ابتدت برضه الدروس الخصوصيه تخف شويه بعد الشيء، يعني اي نعم فيه، مش بقول لك ما فيش، بس عندما المرحله دي، عندما التطوير كمل والمنظومه كملت، المنظومه كملت التطوير، هتخف خالص نهائيا ان شاء الله. بالنسبه للتعليم، يعني بعد الموضوع ده عاوز اقول حاجه بالنسبه للمعلم. مدى اهتمام الدوله بالتعليم، اهتمام الدوله بالتعليم دلوقتي، الدوله بتعمل دورات تدريبيه للمدرسين، بتجهز المعامل التكنولوجيه، بتكثف من الايه، تكثف من خاطر المسابقات والأندية. طبعا هناك في بعض احتياجات للتعليم ده احنا اللي بنطلبها. اولا في عجز في هيئات التدريس، وبيتم سد العجز حاليا دلوقتي. يشكر مديرين التربيه والتعليم اللي هم، ومديرين الادارات اللي هم، بيحاولوا يسد العجز بقدر الامكان. كان قريب كان رئيس الوزراء كان بيقول ان هو هيتم برضه تعيين عدد 30,000 والظروف 30,000، وبيكملوا بالبتاع. سد العجز في هيئات التدريس مهم جدا. سد العجز في اخصائيين الانشطه، الاخصائي الاجتماعي، الاخصائي النفسي، اخصائي الصحافه، اخصائي المسرح، مدرس التربيه الرياضيه. كمان عايزين يعني ان يعني الصعيد هو دايما العجز بيبقى اكتر كمان في الصعيد. وهي لسه عايز اقول لسيادتك، هو سبب العجز الموجود عندنا ايه؟ بتقاس كانت العمليه التعليميه او العجز اللي موجود على مستوى الجمهوريه. جهاز المركز التنظيم والاداره اللي هو بيتحكم بقى طبعا في القاده، واللي كان بيقيسوا على مستوى الجمهوريه، يلاقوا عجز في حته بيلاقوا لنا في عجز في ايه؟ في مكان بقى. بيلاقي العجز على مستوى الجمهوريه ما فيش عجز.
يعني مثلا تيجي أسوان مثلا هنا عندي 5 مراكز ممكن لو عملت حصر خدوها مع بعضيها هتلاقي يقول لك لا ما فيش عجز، لكن هو في عجز يعني الإدارات الوسط كومبو نصر النوبة خدت مساحة قدراو دي فيها عجز، هتلاقي فيها عجز طبعا. ممكن أقول لك أسوان العجز بتاعها لا يتعدى 10% 5%. وهو على كل حال يعني نشكر السادة مديرين المديريات يعني حاملين على عاتقهم فعلا حمل ثقيل على أساس إن هم يسدوا العجز بكل الطرق. أيوه. اللي هم بيقدروا بالخدمة العامة بالناس اللي هم موجودين في مكاتب الإدارة في الإدارات اللي هم بيشتغلوا عمل إداري الموجهين نفسهم برضو بيدخلوا ويشرحوا. اللي عاوز أقوله إحنا عاوزين عودة هيبة المعلم ونطلب عودة هيبة المعلم دي، لابد نكون ايه، ولازم الطالب برضو العقاب الصواب عقاب زي زمان خدت رسالتك الصواب والايه والعقاب ده بالنسبة للايه بالنسبة للأسرة. الأسرة شريك أساسي. الأسرة ما تسيبش الطالب، ما تسيبش ابنها للمدرسة، لأن احنا عندنا مثلث. ايه هو المثلث؟ المثلث هي المدرسة، ولي الأمر سيادتك المعلم خاتمة كما عادية، ومن داخل الطالب، من داخل المثلث الايه الطالب. أيوة. الثلاثة دول شركاء مع بعض في تنشئة الطالب دي. حاليا دلوقتي احنا الحمد لله هدف التعليم زي ما كنا نسعى زمان تنمية قدرات الطلاب ومواهبهم، وعلى أساس أننا بنشط الفكر الذهني اللي وده يكون في المستقبل شاب ناجح يواجه الحياة. لأنك أنت ممكن تلاقي معلش يعني ممكن أنا النهاردة واخد كلية أنا دكتور أو مهندس، ولكن كنت أحفظ وأدرس وأطلع الأول وتمام التمام، لكن في الحياة العملية أو في التفكير أو في المتادة أو تسأليه في 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 التفسيرات في كذا في في أنشطة بتاع ما فيش ما له هوش إيه، لكن لا دلوقتي فيه اهتمام الحمد لله وفيه رعاية تعليمية. ده بالنسبة إيه خطبار ستك. طبعا نجاح أي عملية تعليمية لازم باهتمام الأسرة. هو كله مرتبط لسه، والله كنت عايز اقول لك هو اصلا كله مرتبط ببعضه. هتلاقي نعم. الاسره مرتبطه بالتعليم. نعم. هتلاقي مرتبطه بالصحه من الناحيه الاجتماعيه والاقتصاديه كله مرتبط لا ببعض. في بعض معلش يعني انا بس يمكن انا ولي امر اعتبر برضو يعني ابني مثلا معي احفادي في المدارس احنا بنسيبهم احنا عامل ايه مش عارف ايه سيبوا الواد دلعوا ضربك المدرس ما ضربكش المدرس لا اروح المدرسه في مشاكل بتحصل زي كده وبيستوعبها مديرين المدارس مديرين مديريات يعني يشكروا بصراحة الله يعني بيحاولوا يستوعبوا المواقف دي من خلال ايه مجالس الأمناء الموجودة في المدارس ومن خلال الأمة وبيقتنع الموضوع. فالتعليم الحمد لله حاليا في طفرة وفي تقدم وفي ازدهار وفي اهتمام وفي اهتمام. ليه أنا أقول لك ليه؟ النهاردة زمان ما كانش في كيجي وانو كيجي تو زمان ما كانش يعني كان مرحلة تمهيدية المرحلة التمهيدية اللي هي كيجي وانو كيجي الوقت في كيجي وانو كيجي تو بعمل دلوقتي أنشطة بالظبط يلعب يجري مش عارف ايه في ناس يقول لك لا يلعب يتعلم حروف بالاغاني بالاغاني يشوفها بعينه ويبقى عارف شكلها بعد كده بيدخل المرحله الثانيه اللي هي المرحله الايه الابتدائيه. المرحله الابتدائيه دي يعني اعطاء بادئ في ايه بادئ بدايه بعد كده بيدخل المرحله الاعداديه. المرحله الاعداديه دي اسمها اعداد ليه؟ ممكن الطالب ياخذ الاعداديه يطلع يشتغل مع ابوه، ممكن الطالب يروح يتجه مجال صناعي. أيوه. مجال زراعي. أيوه. مجال بتاع ده يقول الطالب بعد كده احنا بنعده بقى احنا بنعده والايه بتاع الثانويه بدخل جامعه وانا عاوز النهارده طالب الجامعه ده هو المستقبل. هو المستقبل في مصر دول القادة دقات المجتمع المفروض بعد كده اللي هم يتولوا قيادة أي مجال تعليمي صناعي صحي قيادي سياسي كل ده المفروض إيه يتمنوا. أنا بقول الآتي دلوقتي إحنا التعليم الحمد لله بنقول بخير، ولكن أنا عاوز أخلي التعليم يرتبط بسوق العمل. أنا عاوز أخلي التعليم يرتبط بسوق العمل. يعني هو يمكن أسوان بدأت بداية من مدة يوم كنا في المديرية كانت مدرسة الصيد، يمكن تعرف مدرسة الصيد واتقفلت مدرسة البريد. يعني ايه يعني عاوزين ايه كان في مدرسة الصيد واتقفلت؟ موضوع مش عارف اتقفلت متهيألي اصلا ما سمعتش لا في مدرسة الصيد كان فوق وشغلت اشتغلوا في دلوقتي مدرسة الطاقة الشمسية موجودة في بنبان. فأنا النهاردة عاوز اطلع الواد اصلا يشتغل حتى لو ما اشتغلش في قطاعات حكوميه بيشتغل في ورشه
بيشتغل في مصنع خاص، بيشتغل هنا بيشتغل هنا، خطرت في مجاله يعني 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 الولاد اللي راح يشتغلوا شغالين في الطاقه الشمسيه دول اغلبهم من اللي حيكون من مدرسه الايه مدرسه. بس هو ممكن احنا عندنا كمان كليه اسمها كليه مصيد الاسماك في الجامعه فوق، ده موجود موجوده ده اللي هو دلوقتي مع الجامعه يعني المدرسه، مدرسه البريد ومدرسه صيد الاسماك كان اول مدرستين، يمكن أول يمكن محافظه الوحيده يمكن اللي هي طبقت الايه. انا قصدي ان ممكن الكليات برضو تعمل الموضوع ان هي الارتباط بسوق العمل، الارتباط بسوق الايه العمل، فلازم نبقى في تنميه في هذا المجال. لازم انا عاوز انمي الود، عاوز اعد الود، اعد الود للحياه العمليه. اعد اللي في بطاله عندي، الطالب بيطلع من المرحله الصناعيه او من الزراعه او من هنا او من هنا خطوه، مش بيلاقي عمل لانه مش معد. كان عباره عن يمسك الكتاب يحفظ الكتاب يدخل يمتحن. عشان كده احنا بنقول برضو ان احنا لازم نغير نظرة المجتمع للتعليم الفني. نظرة المجتمع ليه؟ فكرة التعليم الفني احنا دايما نقول اي بلد عايزة او التنمية هي عايزة الايد الشغالة، يعني عايزين شغيلة. اربط مناهج التعليم الفني، انا قايل كده، اربط مناهج التعليم الفني بفرص العمل المتاحه في المجال الزراعي، في المجال الصناعي، في المجال التجاري، صح، في المجال الخدمي. اربط بكده، يعني مثلا كانوا عاملين مدرسة للقانون، مدرسة في اسمها قصدي شعبة في التجارة، اغلبهم مشتغل في المحاكم والنيابات، يقدم على طول بياخذوه. خلاص يعني ايه، انا اربط التعليم، مناهج التعليم الفني بفرص العمل بالسوق، بسوق العمل اللي هو في المجال الصناعي، في المجال الزراعي، في المجال التجاري، وتوفير كوادر فنيه عشان اوفر كوادر فنيه في المجتمع. ما هو دلوقتي خلاص زمن الوظيفه الزماني اللي هو خدت بالك يطلع يتكلف، لا احنا معنا زي دلوقتي احنا معنا مشكله، دي مشكله الزياده السكانيه النهارده، كله شغال لسه موضوع احنا عايزين برضه زياده. فطبعا ايه بيزيد العدد، ما فيش طبعا فرص وظيفيه. طب هيقعد الواد في البيت؟ لا، لازم الواد يتعلم له حرفه، يتعلم له مهنه على اساس انه يشتغل، بس يكون معد متخرج من المدرسه على طول على سوق العمل. طب عشان برضه الوقت ما ياخدناش، الملف الزراعي بقى. الملف الزراعي سعادتك، الملف الزراعي مهم جدا في التنميه. الملف الزراعي انا عندي والحمد لله وادي النقر وابتدى توزيع فيه، وابتدت الزراعه فيه، وابتدت تنمو، وابتدوا يصدروا منه للكويت، وصدروا منه البحرين، وصدروا منه محاصيل للخارج كمان. مشى تشكى، مشوا تشكى. ولكن عندي موضوع النقرة 65,000 فدان، يمكن ما استصلحش فيهم ولا اشتغل فيهم ولا ابتدوا ينتجوا، يمكن ما زادش عن ايه، اذا كان 35,000 فدان، متهيألي 35,000 فدان، يمكن 15-20,000. اكثر من نص برضه، اكثر من نص. لا احنا عاوزين نكمل عشان خاطر ايه، نشوف الشباب ده ونراقب الشباب ونديهم قطع اراضي، واللي هم بتوع الزراعه بتوع ولا اي واحد يعني خدت المال. الشباب برضه الزراعه دي ممكن يشتغلها ايه، ممكن بالممارسه العمليه يعني الممارسه العمليه ونوزع عليهم اللي هي الزراعه. نمره اثنين، انا عاوز اهتم بحاجه مهمه جدا. النهارده انا عندي محطتين معالجه، محطه معالجه للصرف الصحي بتطلع ميه نظيفه، يعني بعد المعالجه بتطلع الميه دي بترمي في النيل، سواء اذا كان في اسوان هنا او في بلانه او في بلانه. انا عاوز اودي الميه دي، وخاصه اللي عندي بلانه دي، اوديها غرب النيل وابتدي ازرع هناك، يعملوا لها زي تكبير او معالجه ويعملوا يزرعوا بيها، وابتدي خدت بقى سعادتك انا ابتدي ايه بقى، ابتدي ايه ازرع وابتدي ايه انمي زي الغابه الشجريه، زي الغابه الشجريه نفس القصه. فانا عاوز النهارده محافظه اسوان والحمد لله فيها اراضي، يعني غرب فارس كوبومبو ده لسه هتكلم عن بالنسبه دي، لان احنا عاوزين غرب كوبومبو ده، لان كوبومبو ليس لها ظهير صحراوي نهائيا. كومبو متكدسة، كومبو فيها مخنوقة، مش بتاع ده مش سبب دولة، لا، كومبو شركة وادي كومبو كانت صاحبة الامتياز، ولا تملك الدولة أي شيء، هي صاحبة التصرف في البيع وفي الشراء الأراضي زي كده. فكانت بقعة داخل مساحة زراعية، ما تقدريش تتكلم، مالهاش ظهير صحراوي، مالهاش ظهير صحراوي، فين ظهير صحراوي؟ من هنا النوبة ومن هنا النيل، ما فيش ظهير صحراوي للكومبو.
ولذلك انا بنطالب من 1982 واحنا بنصرخ ونقول عاوزين مدينه القمم الجديده وتعمل لها مخطط على اساسه تبعت لرئاسه مجلس الوزراء. ويشكر يمكن السيد المحافظ برضو عنده فكره ان شاء الله مهتم وبيتولى رعايه للموضوع ده، وخاصه دلوقتي سياسه الدوله وسياسه رئيس الجمهوريه المدن الجديده يعني المباني المدن الجديده اللي اتبنت والمساكن. حاليا في القمم دلوقتي ما فيش مساكن خلاص دلوقتي ما فيش قفلت ولا قفلت. ليه؟ لانه اصلا الرقعه السكانيه ضيقه والرقعه الزراعيه متوزعه فانا عاوز اعدي غرب عشان خاطر اقدر انا ايه اقدر اوسف. فالزراعه انا عاوز اهتم بزراعه القمح. زراعه القمح النهارده انا عندي اهتم بالفلاح. أنا في الوادي الجديد وفي توشكا كله دلوقتي بيزرع قمح. بيزرع قمح. بس النهارده أنا عاوز أجيب المزارع دي اللي كان زمان يزرع برضه ويغطي بيته. كان في البيت تلاقي القمح خدت بالك موجود السنة كلها. هي الدورة بتاعته قد إيه؟ يعني هو بيزرع في شهر 11 دلوقتي أو كده وبيتحصد في شهر 4 أو 5. وبيتحصد في الأيام دي يعني الأيام دي أيام الحصيد بتاعت القمح. اجيب سلالات ممتازه اللي هي ذات انتاجيه اعلى سلالات يزرعوا قديم لازم اجيب لهم الاسمده شويه بسعر ايه بسعر اقل شويه خدت بالك عشان يقدر ايه يغطي لي. الحمد لله هو عندنا في العوينات في ايه البنك الزراعي اعتقد يقوم البنك الزراعي ده. شغال على اساس ده بالنسبه للموضوع الزراعه الزراعة مجالاتها كثيرة، مقاومة الآفات الموجودة في الزراعة، مقاومة الآفات الموجودة في الزراعة. ودلوقتي برضو مع تغير المناخ يعني برضو ممكن يكون في شوية اهتمام أكثر بالنسبة للمشروعات. احنا الحمد لله عندنا دلوقتي في النبرة زي ما قلت لسعادتك محاصيل كثيرة، يعني عندك التمور روح النبرة تمور، ليه ما عملش مصنع تمور هناك؟ وشغل الشباب، ليه ما عملش مصنع تمر وشغل الشباب؟ الحاجة الثانية ليه ما عملش؟ عايز يا أستاذ محمد إن أنت تربط الأشياء ببعض، يعني هنعمل تعليم يبقى التعليم مرتبط بسوق العمل، إن أنا أهيئ الولاد إن هم التعليم اللي بيتعلموه هو اللي يطبقوه في الحياة العملية. نعم. ومن أثناء الدراسة. نعم. حزرع يبقى أنا المزارع الأماكن الكبيرة زي وادي النقرة لو أنا هعمل نخيل يبقى أنا يبقى في مصنع التمور جنبها النخيل عشان نوفر وقت ونوفر مسافة. نعم. ونوفر مواصلات. نعم. نعم نعم فأنت عايز تربط الأشياء ببعضها خاصة إن إحنا عندنا مساحة. ما عندي عندي المساحات، انا عندي لغايه البحر الاحمر في النبر وعندي غرب النيل في فارس. ليه؟ وبرضه المزارع السمكيه، انا المزارع السمكيه تحتاج مصنع اسماك مصنع عطور. انت تعرف ان في نباتات عطريه بتتصدر من عندنا من النجره بتتصدر عندنا من النجره على 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 بره على الكويت وعلى الامارات والاخر تيجي العربيات بتاخدها بتشوفها بعينينا احنا العربيات الكبيره اللي بتيجي من قبل. طب ليه ما اعملش مصنع عطور انا؟ ليه نمره انت جبتي لي حطيت ايدك على البيئه على المناخ والبيئه والتغيرات المناخيه الموجوده حاليا دلوقتي. انا النهارده عندي كميه مزروعات القصب الموجوده في النقره تغطي انشاء مصنع. مصنع كومبو حاليا دلوقتي مع التغيرات المناخيه ومع الظروف البيئيه والتلوث البيئي سعادتك اللي هو بتعاني منه مدينه مثلا يبقى ودي مش فكره النهارده مش وليده اليوم دي وليده من ايام يعني مش عايز اقول لك من قبل الثمانينات على اساس انشاء مصنع عند ما بدات البتاع ده التعمير في اي مكان انشاء مصنع. اول ما بدات النقره تشتغل كانت خطه على اساس نحط مصنع سكر فيه بس هو اللي جت في الايام الاخيره اسندوه على اساس انه مستثمرين يقوموا به. طول عمر المستثمر انت عارف المستثمر عاوز الربح السريع عاوز الحاجه اللي يحط فيها فلوس وايه بسرعه يشتغل، لكن ممكن لو الضغط على مجموعه من المستثمرين او تعرض بحيث الحكومه لازم الحكومه تبقى لها شريكه في المصايف في المحا في, ال في الانتاج بتاع السكر بالذات والمحاصيل اللي دي بالذات خدت ساعتك لازم الحكومه تكون شريك ب 52% والباقي يبقى مستثمرين ما اديش انا الاداره للكل. طبعا انا عاوز اقول بالنسبه لاصلاح غرب النيل مهم جدا في فارس. أنا قلت لسعادتك أنا عاوز توسع لكومبو غرب النيل. غرب النيل عاوزين مساكن،
عاوزين سعادتك الرقعة الزراعية تزيد هناك، يتزرع هناك القمح، يتزرع هناك جميع المنتجات الموجودة فيها في غرب النيل في فارس. الحمد لله أنت هو تم اختيار قرية فارس صديقة للبيئة ويتعامل فيها شغل، والحمد لله صح. أقول لك احنا بنشكر الدولة ورئيس الجمهورية وحافظ القيادات على أساس ايه مشروع حياة كريمة نمى تنمية حضرية، تنمية تعليمية، تنمية صحية، تنمية كله، لأنه أنشأ وطور في القرى، ولكن لسه ما كملش طبعا. عاوز ايه لازم يكمل، هيكمل بأجهزة وظيفية، بمعدات الوحدات الصحية، عاوز معدات وعاوز دكاترة وعاوز طبات، لأن في عجز، كل ده في عجز وظيفي. تكمل ده القرية، خلاص القرية بقت أحسن من المدينة دلوقتي. مع الحياة كريمة القرية هتعمل فيها صرف صحي، هيتركب فيها نت. المشكلة أن أغلبية القرى ما كانش ليها بنية تحتية خالص، ما كانش ليها خالص نهائيا بها. ودي يعني عشان نعملها هي مكلفة أكتر من هي، لأن في أوريدي موجود بيوت يعني موجود أصلا. فطبعا أنا عاوز ساعتك، عاوزين إحنا زي ما نمينا القرية برضو نفتح للمدن مناطق تانية. لأن زي ما قلت لسيادتك الزيادة السكانية الموجودة في المدينة النهاردة في البيت تلاقي فيه 10، في البيت تلاقي فيه 10. ودي بناشد هو ده طبعا، ده كان من الحاجات اللي كان حاططها الرئيس في الخطة، ان هو يعمر الصحر، لان احنا عندنا كل اسوان الجديدة، انا الجديدة، سوهاج الجديدة. لا ده انت في حتة تاني يعني المشروع اللي عمله بتاع القطار السريع دي، ايوة، هيمر من فين؟ من القاهرة لأبو سمبل. لازم جنب القطار السريع لازم يبقى فيه خدمات، يبقى لازم يكون فيه يكون فيه مساكن وخدمات ومدن. ده اللي بنطالب بيه برضو على أساس السيد المحافظ مع السيد رئيس الجمهورية إن شاء الله. خدت رسالتك، يطالبوا بالكلام دي يعني على أساس عاوزين قنبلة جديدة، لأن قنبلة المركز الوحيد اللي هو زي ما قلت سعادتك ملهوش ظهير صحراوي. دراو لها ظهير صحراوي، إدفو لها ظهير صحراوي، أسوان حاليا ليها زرع صحراوي، قنبلة الوحيدة اللي ملهاش إيه ظهير صحراوي. والمطالبة كثيرة بالنسبة للظهير الصحراوي الموجود، لك الطاقة الشمسية اشتغلت فيها. لا وبعدين قنبلة أصلا من المدن في محافظة أسوان، مدينة اللي هو تجارية، المدينة تجارية كبيرة جدا ورؤوس أموال عالية، تجارية صناعية زراعية سياحية، صح. يعني قنبلة بتمتاز بالأربع دولة. هو بدأ الاهتمام حاليا دلوقتي يعني بدأ الاهتمام بالسيد المحافظ دلوقتي، بعاوز عشان عاوز يعمل على أساس عمل على أساس سيادتك خصص مواقف جديدة، يعني لأن البلد من جوه اتخنقت، بقي فيها إيه يعني الإشغالات كترت، السيارات كترت، فابتدى اختاروا قطعتين ارض واحده بتشاركوا، ابتدى اشتغلت ليه من ضمن برنامج حياه كريمه، يعني على اساس موقف لشرق وموقف لغرب لسه ما تنفذش، وعلى اساس برضه ايه الاسواق. بس طبعا ايه البلد البنيه التحتيه برضه من بعد الثوره عاوزه برضه ايه عاوزه اعاده ترص، بس اتعمل فيها حاجات كتير البنيه التحتيه. حياه كريمه عملت في قرى كتير، القرى نشكر القياده السياسيه. اما المدن احنا عاوزين ندخل مدينه كوبونبو في برنامج حياة كريم، وطلبنا بهذا الطلب. بالنسبة لسعادتك زي ما قلنا بالنسبة للتعليم، عاوز جودة التعليم عشان ندي لك نرجع تاني للتعليم. عاوز أقول لك حاجة، دلوقتي أنت تكلمت على جزئية البيئة والمناخ. البيئة والمناخ، أنا عاوز أفعل دور الأنشطة التربوية ودور التعليم في أن أنا أرفع الوعي الطلابي، الوعي الطلابي للطالب والوعي المدرسي للطالب والمعلم بالنسبة لموضوع إيه؟ مفهوم البيئة والمناخ. يعني أنا دلوقتي لازم أشتغل على المدرسة، على المدرسة الأول قبل ما أشتغل فوق، يعني هم دلوقتي مؤتمرات العمل دي لا لازم أدخل في مناهجهم دي الموضوع اللي إيه؟ البيئة والمناخ. هنيجي بالنسبة للتعليم برضو، النهاردة أنا عندي المدارس كملت، ممكن اقول لك مدارس القرى فيها معامل وفيها والاخر وكل المدارس فيها معامل، ولكن انا النهارده برضو عاوز لازم في بدايه العام الدراسي ان شاء الله اخذ الايه يعني يبقى الصعيد لي نظره اكتر. يعني النهارده اديني نسبه في ال 30,000
أكبر شوي. أكبر شوي الدين عام الدين هو فكر الحمد لله. والسيد عبد الكريم رطف الرجل وكيل وزارة الرجل لا مؤاخذة متربي في المدرية من هو وفي البداية ختم سيادتك ويعني الحمد لله ماشي السير حسن يعني في المدرية وابتدى وفاهم المدرية وفاهم احتياجاتها وإمكانياتها. بس احنا بنطالب في 30,000 اللي جاية دي يدينا كلنا حصة أكبر. أكبر لأن بحري مستريح. هو عشان بس بعد المسافة الناس كلها يعني وممكن ما يكونش مثلا في بدلات أو أي حاجة فممكن يبصلها نظرة أخرى يعني. إيه تاني ساعتك إحنا طبعا علشان نهتم بالإيه إحنا بنهتم دلوقتي بالناحية الزراعية الناحية الاجتماعية طبعا في مبادرة الرئيس في تكافل وكرامة وحياة كريمة ده كله ما يبعدش عن الصحة بعدش عن الصحة احنا لازم نهتم بصحة البني آدم هي اللي هتعمل لنا كل حاجة. الصحة جزء أساسي من اهتمام الدولة المفروض هو زي ما قلت لك أنا وذكرت لك أنه تم إنشاء الوحدات الصحية في القرى والمستشفيات القروية على أكمل يعني مبنى وأماكن للمعامل وأماكن للأجهزة وأخرى. الصحة النهاردة عايز أسد الأول حاجة سعادتك أسد العجز في الأطباء يعني الطبيب نرجع زي زمان الدكتور قاعد من الصبح بايت في الوحدة يعني كان زمان على أيامنا إحنا لسه الشباب خدت برسالتك في السبعينات والستينات خدت برسالتك كان بيقول لك طبيب الوحدة ده موجود يروح يجيبوه بالليل يجيبوه بالنهار لكن دلوقتي في دكاترة واخدة وحدتين وثلاثة التمريض طاقم التمريض. احنا طبعا ما ننساش برضو مبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة. ايوه 100 مليون صحة شغالة دي مستمرة والقوافل الطبية احنا عندنا شغالة القوافل الطبية والقوافل الطبية شغالة. موضوع التأمين الشامل من الصحة الشامل دي هتبقى منظومة كبيرة جدا هتبقى موجودة. التوعية مطلوبة التوعية مطلوبة في الانتاج الحيواني انتنسيتي انتاج عشان بس الوقت بتاعنا في الانتاج الحيواني عندي سعادتك انا عاوز برضو النهارده اهتم بالايه بالتنميه الزراعيه ليه؟ عشان اقدر النهارده سعادتك برضو اجيب سلالات ومزروعه زي كده بالنسبه للانتاج هو كل الحاجات دي المجالات دي مرتبطه ببعضها كلها مرتبطه ببعضها. انا عندي بس دلوقتي سعادتك معلش يعني انا عشان المجال السياحي مجال السياحي مهم جدا سعادتك يعني انا دلوقتي سعادتك كومبو النهاردة فيها معبد لكومبو وفيها معبد في السلسلة خدت مسيرتك الحمد لله في فارس اتعمل ممشى سياحي ونعمل تكملة الحلقة تانية بس علشان أنا عاوز برضو أهتم في فارس بحيث بإقصاد معبد السلسلة اللي هو حور محب حور هناك هناك ليه ما يكونش في منتجع سياحي الشغل فيه. انا عايز اتم مشكله البطاله الحاجه الاخيره اللي عاوز انا لا مناشده للسيد المحافظ معلش يعني اقول كومبو فيها مشكله وهو عارفها وهو اشتغل فيها. ايه هي مشكله قيود الارتفاعات زي ما قلت لكم كومبو لا زي صحراوي يقول لك ما تبنيش اكتر من 3 ادوار. طب ليه؟ ما هو ده مش تبع سياده المحافظ دي ده قانون الجديدة وان شاء الله ممكن يعني في محاوله انها ممكن تحدث. استاذ محمد بدوي مدير عام الخدمات التربويه بالتربيه والتعليم سابقا ورئيس مجلس الشعب المحلي بكمون سابقا شرفت لي بوجودك معايا سعيد جدا بيكم شكرا وانا اشكر القناه الثامنه على اهتمامها وان شاء الله برضو زورونا في كومبو على باذن الله. باذن الله ماذا القافي يكون وصلنا لنهايه حلقتنا.